السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا الذكاء الاصطناعي اللي هو ده الـ E2 ما أصبحش فيه waiting list، كان زمان تسجل ويبعت لك بعد تقريبا شهر، دلوقتي أصبح على طول أول ما تفتح تقدر تعمل ساين أب وتبدأ إن أنت تديله الوصف الحاجة اللي أنت عايزها، هو يبدأ يشكل لك الحاجة اللي أنت عايزها. أقول له لوج إن، أنت المفروض بقى تعمل ساين أب لو أنت ما عندكش حساب قبل كده، تبدأ تكتب أي وصف في دماغك، تمام؟ يعني ممكن أنت at home. هو مش بيعمل سيرش، هو بيبدأ يكون لك صور، أو تقدر ترفع صورة وتعمل عليها updated، لكن الصورة لازم ما يكونش فيها صور أشخاص، تمام؟ دي هتلاقي هنا حاجات كتير أنا كنت عاملها قبل كده، كنت بديله مثلا صورة مبنى وهو يبدأ يكملها لي، أو يحط لي عليها مثلا عربيات، أو يحط لي يغير السكاي بتاعتها، السما بتاعتها، يخلي مثلا صبح بالليل زي ما أنا عايز، أو أديله أي حاجة في دماغي، يعني بحاول أتخيل حاجة موجودة في قصة معينة. فالرسام حاجة زي كده. الجميل إن الصور دي ملهاش حقوق ملكية، لأنها هو كريتها، مش جابها لك سيرش من على النت، فلازم تسأل عن المالك بتاعها. تقدر تاخدها وتشتغل بيها لو أنت حابب.